فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كنت مسافرا وفي الطريق توقفت للراحة، فوجدت خروفا صغيرا، فذهبت أبحث عن صاحبه أو عن غنم حولي فلم أجد شيئا. يقول: أخذته وأرضعته حتى كبر، وهو الآن عندي، هل يجوز لي أن أذبحه وأطعمه أهلي؟ تدفع قيمته إذا جاء صاحبه، تدفع قيمته، وإما جاء أحد فهو لك. نعم، ولك أو لأخيك أو للذئب. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.